صاروخ أوكراني يستهدف محطة الكهرباء في مدينة بيلغارود الروسية ويغرقها بالظلام الليلة الماضية. يمكن القول إن هذا أول رد فعل من نوعه لكييف ضد الحملة الروسية المركزة على محطات الطاقة في أوكرانيا، هذه الحملة التي بدأت منذ أكثر من أسبوع ودمرت أكثر من ثلث محطات الطاقة في البلاد بحسب تأكيد فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا. رسمياً فإن هذه الحملة الروسية جاءت انتقاماً لعملية تدمير جسر جزيرة القرم التي وقعت قبل أسبوعين، وحملت موسكو بشكل حاسم أوكرانيا المسؤولية عنها. والحق فإن التركيز الروسي على استهداف محطات الطاقة والكهرباء وغيرها من المنشآت الحيوية الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة الماضية بدا مؤثراً ومؤلماً، لكن لجوء الجيوش إلى التركيز على هذه الأهداف له دلالات كثيرة ومهمة في علم الحروب ومؤشراتها. فمن ناحية يدلل ذلك على يأس يسيطر على الجيش الذي يقوم بهذا النوع من الاستهداف وهزيمة يعاني منها في ميدان العمليات العسكرية دعته إلى نقل المواجهة لميدان آخر يفترض أنه خارج المعركة. يقر بذلك على أي حال القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا الذي اعترف يوم الأربعاء بأن جيشه يتعرض لصعوبات وضغوطات جراء الهجمات الأوكرانية التي تهدف لاستعادة المناطق الجنوبية والشرقية التي أعلنت موسكو ضمها قبل أسابيع فقط. لكن هذا ليس كل شيء، فنقل المعركة إلى ميدان مدني يستهدف بالتأكيد ممارسة الضغط الأقصى على العدو. وهنا يجب التنبيه أو التذكير بأن عدو روسيا في هذه الحرب ليس أوكرانيا فقط، بل الغرب كله كما هو معروف. ولذلك فإن ضرب البنية التحتية واستهداف المدن والتجمعات السكنية بالإضافة طبعا لمحطات الطاقة والكهرباء لا يجعل الحياة في أوكرانيا صعبة فحسب، بل ويدفع لموجة لجوء جديدة إلى دول أوروبا الغربية التي تعاني اقتصاديا، ويتوقع أو يتوقع بوتين أن تتألم هي الأخرى بسبب ذلك. لكن السؤال هو، هل الانتقال بالحرب إلى مستوى تدميري جديد سواء فيما يتعلق بالأهداف أو المساحة التي تتزايد وتتسع أمام مناظير الجنود الروس وقادتهم يشير إلى التصعيد قبل الهدنة الشتوية التي يفترض أن يلجأ إليها الجانبان، أم إلى رغبة الطرفين في حرب على سطح جليدي وسط تساقط الثلوج الذي اقترب موسمه؟ يمكن القول إن هذا هو جوهر حرب الطاقة التي يشنها جيش بوتين الآن على أوكرانيا وكل الغرب، حرب شتوية تزيد من برد القارة وحاجتها للغاز والنفط والكهرباء، حرب تؤلمهم لكنها لن تكون بلا ثمن على الروس كما يهدد قادة أوروبا والأمريكان.